توقعت مجيئك مبكرا يا جلمود. وأنا خشيت أن أبكر في المجيء، فأثقل عليك وعلى سيد القوم. أنت في قبيلتك وبين أهلك يا جلمود. أهلا بك يا سيد القوم. هذا جلمود صاحبي الأوحد وساعدي الأيمن، وسيكون لي عونا في تدريب الرجال. ما بك يا جلمود؟ وكأنك لست فرحا برؤيتي. لست فرحا بما أحمل إليك من أخبار. هل حدث لأبي مكروه؟ أبوك بخير وقوة كما تركته، لكن أمك ماتت. وربما يكون عقاب قد مات أيضاً.